اهلا بيكم من جديد، انا الدكتور تامر. النهارده هنتكلم عن مرض منتشر وشائع هو مرض السكر، وخصوصا السكر من النوع الثاني، لان زي ما احنا عارفين في نوع اول وفي نوع ثاني. النوع الاول ده بيجي في صغار السن وبيبقى معتمد على الانسولين، اما النوع الثاني ده بيجي في كبار السن غالبا اكتر من 40 سنه وممكن نديله اقراص او نديله انسولين، وبيكون معاه زياده في الوزن غالبا تابعونا. ايه هي اسباب السكر؟ في الحقيقة أسباب السكر مش معروفة بشكل دقيق، لكن في عوامل بيئية وجينية ووراثية بتساعد في ظهور السكر، وفي عوامل بترجع للشخص نفسه زي السمنة، نظام الأكل الخاطئ، التدخين، قلة الحركة. طيب إيه هي الميكانيزم بتاعت مرض السكر؟ الحقيقة إن في مرض السكر من النوع الثاني بيكون في زيادة في نسبة السكر، بيكون في انخفاض في نسبة الأنسولين أو مقاومة للأنسولين الموجود في الجسم. إيه هي أعراض مرض السكر؟ الحقيقة إن السكر ممكن يجي بدون أعراض خالص، الشخص يبقى سكره عالي ومش حاسس بأي أعراض، وممكن يجي بالاعراض اللي كلنا عارفينها اللي هي زي ياكل كتير، يشرب كتير، بيدخل الحمام ميه كتير، وزنه بيخس، بيتعرض للعدوى كتير، بيجي له تنميل في الاطراف، زغلله في العين. دلوقتي نتكلم عن تشخيص مرض السكر. لو انت شاكك ان في حد عنده مرض السكر بنشخصه ازاي؟ بنعمل تحليل سكر صايم وفاطر. الصايم لحد 110 ده طبيعي، من 110 ل 126 دي مرحله ما قبل السكر، اكتر من 126 بنقول ان عنده سكر. التحليل السكر الفاطر لحد 140 ده طبيعي، من 140 لحد 200 ده مرحلة ما قبل السكر، أكتر من 200 ده عنده سكر. في كمان الهيموجلوبين السكري، وده بيبين السكر في آخر 3 شهور، لكن الحقيقة إحنا بنستخدمه في متابعة المريض وما بنستخدموش في التشخيص. كمان لازم يعيد التحليل كذا مرة، لأن مرض السكر مرض مزمن وهياخد علاج طول العمر، فلازم أتأكد من التحليل. مين الناس اللي حللها سكر؟ أول حاجة لو واحد عنده الأعراض اللي إحنا قلنا عليها، تاني حاجة لو واحدة جالها سكر حمل قبل كده، ناس التخينة، الناس اللي عندها ضغط، الناس اللي عندها امراض قلب، الناس اللي عندها ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون في الدم، لو حد كان قاسه قبل كده في اي عملية او غيره كان عالي، لو واحدة ولدت طفل اكتر من 4 كيلو، لو واحدة عندها تكيسات على المبايض، واخيرا في توصيات ان اي حد اكتر من 45 سنة نحلل سكر نطمن عليه. ايه هي مضاعفات مرض السكر؟ الحقيقة ان مضاعفات مرض السكر كتيرة، منها مضاعفات على شبكية العين، فهو بيؤدي الى زغللة في العين، بيؤدي الى ضعف الابصار، وممكن يؤدي الى فقدان ولا قدر الله. كمان بيعمل التهاب الاعصاب الطرفيه، تنميل الاطراف، شكشكه، فقدان الاحساس مع مرور الوقت. كمان ليه اضراره على الكلى وبيؤدي لتدهور حاله الكلى لا قدر الله. كمان الجلطات، ممكن لا قدر الله يحصل جلطه في المخ او جلطه في القلب. وكمان كثره التعرض للعدوى ووجود او ظهور القدم السكري. ايه هو تطور المرضي او البروجنوزيس؟ الحقيقه ان المضاعفات دي كلها مش بتحصل الا لو كان المريض مش متابع سكره وسكره بيعلى بشكل كبير في اوقات كتيره، لكن الحقيقه اللي بيظبط سكره بشكل كويس المضاعفات دي بنقدر نبعد عنها قدر المستطاع. نيجي نتكلم عن علاج مرض السكر. علاج مرض السكر فيه جزئين، جزء خاص بالمريض وجزء بالادويه. الخاص بالمريض ده عباره عن انه بيظبط اكله وبيبعد عن السكريات، بيمارس الرياضه، بيقلل وزنه او بيظبط وزنه، بيعالج الضغط والقلب لا قدر الله لو كان عنده الحاجات دي. نيجي نتكلم على الأدوية بالنسبة لمريض السكر من النوع الثاني. هي عبارة عن إما أقراص أو أنسولين. طبعا من النوع الأول بياخد أنسولين على طول، أما النوع الثاني فهو ممكن ياخد أقراص أو ياخد أنسولين. الأقراص زي السلفونيل يوريا زي الأمريل مثلا، البايجونايز زي السيدوفاج، الدي بي بي 4 انهبيتورز زي السيتاجليبتين، والجي ال بي 1 اجونست زي الاكزيناتايد، والانسولين طبعا كلنا عارفينه. وطبعا اللي بيحدد العلاج واي نوع وهل هياخد نوعين مع بعض ولا لا، ده طبعا الطبيب المعالج. دلوقتي نتكلم على متابعة مريض السكر من النوع الثاني. هنتابعه ازاي ونعمله تحاليل ايه بشكل دوري؟ طبعا لو سكره مظبوط ومنتظم فهو بيزور الطبيب بتاعه كل 3 شهور، بيعمل تحليل سكر صايم وفاطر كل 3 شهور، بيعمل سكر تراكمي كل 6 شهور، بيعمل تحليل بول ووظائف كلى كل سنة، بيعمل فحص قاع عين كل سنة ودهون كل سنة، وبيعمل رسم قلب كل سنة، وطبعا بنعالج المضاعفات لو ظهرت لا قدر الله. اخيرا احب اقول ان مفيش علاج للسكر بيقضي عليه في خلال شهر او شهرين زي الاعلانات اللي بتيجي في التلفزيون، دي كلها طبعا نصب. وفي النهاية أحب أشكركم، اعملوا سبسكرايب ولايك وشير، شكرا لكم.